كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعت لكم بسلسلة جديدة، وهالمرة ما في انقطاع. كل مرة بحكي لكم إني ما رح انقطع وبنقطع، بس هالمرة جد بوعدكم ما في انقطاع. الحمد لله هلأ كتير مواضيع كانت كتير متكركبة عندي تيسرت وتحسنت وصارت أحسن. قبل كنت أصمم وأنفذ لحالي، هلأ صرت أصمم مع فريقنا الموجود هون خلف الكواليس، وصرنا ننفذ كمان مع فريقنا الموجود خلف الكواليس. الحمد لله يا رب بعد سنة وست أشهر أو تسعة أشهر من وجودي بالأردن قدرنا إنه نكبر مكتبنا، وصار عندنا قسم تصميم وقسم تنفيذ، فهيك عندي وقت أكتر لأهتم فيكم وأصور فيديوهات من دون انقطاع. وهلأ صار لازم إنكم تساعدوني عشان قناتي ترجع تكبر زي قبل باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان دائما توصلكم فيديوهاتنا. وهالمرة رح نبلش سلسلة كتير قوية، سلسلة التصميم الجزء الرابع، خليكم مستعدين. رح تكون الفيلا عبارة عن بيسمنت وطابق أرضي وطابق أول، اشتغلنا فيها على كتير تفاصيل، خصوصاً إن الفيلا كانت مبنية وإحنا هدينا كل إشي فيها ورح نعيد تصميمها من أول وجديد. سافرنا على تركيا لنختار كل الفرنتشر اللي صممنا، نزلنا على المواقع، رح نصور لكم كتير 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 تفاصيل. خلال 5 شهور عدنا تصميم الفيلا كامل من مداخل ومخارج، جدران، إعادة توزيع الفرنتشر، حمامات، 8 حمامات، 4 غرف نوم، 5 صالات، 3 غرف طعام، كل هاي الأشياء خلال 5 شهور. طبعا كتير توصلني مسجات على الانستغرام إنه كيف عملتوا هادي، ليش عملتوا هيك. فبهاي السلسلة إن شاء الله رح نوثق لكم كل هاي التفاصيل علشان أنتوا تستفيدوا وتقدروا تشاركوها مع كل حد مهتم. فبدي منكم هلأ إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا قناتي مع كل حد ممكن انه يستفيد علشان ترجع قناتي قوية واستمر معكم بالفيديوهات دائما دائما دائما. بحبكم كتير، يلا بشوفكم فيديوهات جديدة، مع السلامة. الفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون الاسبوع الجاي، فاستنونا. باي باي. مين احلى؟ هاي نظارة حلوة؟ حلوة ولا كل اشي عليها حلو؟ ولا هاي؟ هديك؟ مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بسلسله فيديوهات جديده، هالمره مش رح انقطع عنكم ابدا. شو اوكي